أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وفي ظل جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تدعم جهود السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم أجمع. معاليها أشارت إلى حجم المبادرات الحضارية التي تتبناها البحرين والرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية. وتدعيم الركائز التي يقوم عليها مجال حقوق الإنسان جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمعالي السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث استعرضت زين الأبرز المنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف مجالات العمل السياسي مسلطة الضوء على جهود السلطة التشريعية في سن القوانين والتشريعات العصرية المتفقة مع الممارسات الدستورية والقانونية والثوابت الوطنية ومع ما ينسجم مع المواثيق الدولية. منوهة في الوقت ذاته الى نوعية الخطط والاستراتيجيات التي قامت بها البحرين لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين. من جانبه اشاد رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة بما تقوم به مملكة البحرين من جهود حثيثة وعطاءات ثرية في الساحة الدولية. وما تقدمه من فرص ناجعة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة عبر دعم التوجهات الأممية في الملفات الحيوية لقد قمت بمباحثات جيدة مع رئيسة مجلس النواب وركزنا على عديد النقاط الهامه التي تعزز من قيم الديمقراطيه وحقوق الانسان في المنطقه ككل وتحديدا في البحرين وانا ممتن جدا للطريق الذي تسلكه البحرين في دعم القضايا الامميه المتعلقه بالامن وسلامه الشعوب والحفاظ على ارواح البشريه جمعاء البحرين ومن خلال مؤسساتها المعنيه بمجال حقوق الانسان وتفعيل مبادئه قطعت اشواطا كبيره وباتت انموذجا يحتذى على مستوى العالم كله في حقوق الانسان واحترامها للتعدديه الدينيه والفكريه